للناس اللي عندها مشاكل في الدهون الثلاثية او الدهون الضارة في الجسم. في أطعمة ممنوع تماما ان احنا نستخدمها. لو انت من الناس اللي بتعاني من ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم، المفروض ان انت تاخد بالك من الأطعمة اللي هنتكلم عنها دي، لان زيادة الدهون الثلاثية بتسبب مشاكل كتيرة في القلب وحدوث تصلب في الشرايين. ايه اهم الأطعمة اللي احنا نبعد عنها؟ النشويات زي البطاطس والبطاطا والمكرونة والرز. الأطعمة دي بتحتوي على نسبة عالية من النشا، وبيقوم الجسم بتحويلها لدهون ثلاثية وبتعرضك لارتفاع نسبتها في الدم. يمكن ان احنا نستبدل الأطعمة دي بالخضروات الورقية. التونة والأسماك المعلبة برضو بتحتوي على كمية كبيرة من الزيوت اللي بتسبب ارتفاع الدهون الثلاثية بالدم. ممكن ان احنا نستبدلها بالأسماك الطازجة. الحلويات والسكريات برضو بتحتوي على نسبة عالية من الدهون الثلاثية، ممكن ان انا استبدلها بالفواكه الطبيعية. المشروبات الغازية والعصائر المعلبة بتحتوي على نسبة عالية من السكريات وبتعرضك لارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم، ممكن ان احنا نستبدلها بالعصائر الطازجة. المعجنات بصفة عامة بيتم تصنيعها من مواد دسمة، وبتعد من الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية واللي بتعرضك لارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم، علشان كده المفروض نتجنبها. الفيديو ده مهم جدا، لان ناس كتيرة اول ما بتلاقي الدهون الثلاثية مرتفعة بتبعد عن اكلات غلط، مش المفروض انها تبعد عنها وتفضل في الاكلات اللي هي المفروض تبعد عنها. تسمع دهون تبعد عن الدهون بصفة عامة، وده غلط. شكرا، ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.